واحد زعلان عشان لما يقبلوه في معهد الدراسات الربطية، فبعت لي جواب متنرفز فيه الرزع، بيقول لماذا لا تسمح للحاصلين على مؤهل متوسط بالدخول معهد الدراسات القبطية؟ لماذا؟ هل هم غير مسيحيين؟ ولماذا تدخلون الشهادات في موهبة الله؟ وهل كان أبونا عبد المسيح حاصل على مؤهل عالي؟ وشكرا ابنك فلان. يا ابني ده اسلوب تقدم به لمعهد الدراسات، ده انت لو واخد شهادة عليا وبعدت جواب هذا الاسلوب ما ندخلوكش برضه. مش معقول ده، اذا كنت بتتنرفز علينا وانت لسه بره، امال لما تخش جوه تعمل ايه؟ شوف يا حبيبي، بس عشان نريح ضميرك، كل معهد من المعاهد او كل كلية من الكليات لها شروط علمية للالتحاق. ما تقدرش تقول النرفزة دي في شروط كلية الطب ولا كلية العلوم ولا اي حاجة. اشمعنى يعني لما تيجي لمعهد ديني تتنرفز بهذا الشكل؟ ثانيا، ومع كل هذا احنا بنسمح للمستمعين ان يحضروا حتى لو ما خدوا الشهادة على الاطلاق، بيحضروا المحاضرات ويستفيدوا من الكلام، لكن لا يمتحنون ولا يأخذون شهادة. ما تزعلش وما تتنرفزش، وافتكر الآية اللي بتقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله.